تبرع أعضاء الحكومة بدمهم اليوم الخميس بالرباط بمناسبة الحملة الوطنية للتبرع بالدم التي تستمر إلى غاية 24 مارس الجاري. وتهدف هذه الحملة إلى تحسيس المواطنين بالأهمية البالغة والطابع الحيوي الذي تكتسيه عملية التبرع بالدم، وكذا تجديد مخزون السلامة لأكياس الدم الذي يعادل استهلاك 4 أسابيع وجمع 40,000 كيس من الدم. التبرع بجزء من الدم اليوم هو واجب وطني. جلالة الملك أعطى المثال من نفسه ونحن تأسينا به، ويعني بعد إذنه قررنا أن يكون ذلك في مقر اجتماع رئاسة الحكومة لنساهم مع إخواننا المغاربة في هذه الحملة المباركة التي ستسمح بإنقاذ أرواح. وتعد هذه الحملة المبادرة الأولى من نوعها على الصعيد الوطني، كما تهدف إلى الزيادة ب 28% في عدد التبرعات خلال سنة 2013. هذه العملية تحمل أكثر من معنى وأكثر من دلالات، وهي تحيل لنا على التضامن في معناها الواسع الفضفاض. اليوم يعني ما يستوقفني هو أن الوزارة اليوم هي أيضا مقبلة على برنامج الوطني للتطوع، وتطوع طبعا بمعنى آخر، يعني تطوع بالدم، تطوع بالوقت، تطوع بالموهبة، تطوع بكل ما يمكن يعني أن نقدمه للآخر. لا يجوز ولا يحق بالنسبة إلينا نحن المغاربة المعروفين بالتضحية والعطاء أن يكون هناك خصاص على مستوى الدم، وأن تكون هناك حالات في حاجة إلى هذا الدم ولا تجده في المستشفيات. فنشكر جلالة الملك أن قام بهذه المبادرة والتي نقتدي به نحن المغاربة. وحسب مؤشرات المنظمات العالمية للصحة، يتعين توفر 3% على الأقل من السكان المتبرعين بانتظام بالدم في دولة ما من أجل ضمان الاكتفاء الذاتي، في حين أن هذا المعدل لا يتجاوز في المغرب نسبة 0.85%.